اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا فقرتنا الثانيه مشاهدينا فنان وريشه التشكيل ما بين الموهبه والمهنه. معنا ضيف كريم داخل الاستوديو الاستاذ جمال بيومي. اهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك. طوالي كلمنا عن اول تجربه للرسم والتشكيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه سعيد بوجودي معكم في القناه الجميله قناه النيل الازرق، أتمنى أكون ضيف خفيف عليكم. الفن التشكيلي يعني هي يمكن موهبة ظهرت معي من الصغر يعني، وتأثرت بالوالد عليه رحمة الله، وكان بأخذ منه الملاحظات والتوجيهات، والحمد لله يعني الواحد يمكن بداياته كان يعني يمكن ما أذكرها تحديدا، لكن بدايات مبكرة شديدة يعني. يعني يمكن قبل المدرسة يعني كانت محاولات بسيطة لوحات وكذا، وتطورت الشغل لغاية لما بقت حاليا مهنة ومصدر رزق يعني. زي ما بقول انه النقش العلم في الصغر كان نقش على الحجر. انت كيف قدرت تنمي الموهبة دي وتخليها تصاحبك في حياتك وتبقى لك من موهبة لانه تبقى مهنة؟ هي طبعا اول شيء حب الموهبة وحب الرسم يعني، ده هو الأساس يعني. بعد كده الحب ده بيولد الإصرار والمحاولات المستمرة يعني. فالواحد كل ما يشتغل أكثر بيكتسب خبرة وبيتطور يعني، وبالإضافة طبعا قلت التوجيهات الوالد الله يرحمه. بعد كده الواحد بيكون عنده قوة ملاحظة طبعا، بترسم من مثلا من الطبيعة من كده، الواحد بيتطور مع الزمن يعني. طيب جمال، يعني الفنان التشكيلي بيكون محتاج لأجواء هادئة؟ طبعا غالبا الفنانين عموما يعني، سواء موسيقيين أو ممثلين أو نحاتين أو تشكيلين يعني، بيحبوا الهدوء والأجواء الهادئة. لكن يمكن أنا شوية كده طبعا، أنا برضو نفس الحكاية، لكن لأنه قلت أنا شنو الشغلة بقت معي مهنة، واغلب طبعا شغلي بشتغل لوحات جداريات في المدارس والرياض، فقصه انه يعني الهدوء وكذا بقى ما شرط اساسي يعني، فممكن عادي جدا اشتغل وسط اجواء صاخبه ما عندي مشكله يعني. اسر وديناك ورقه وقلم تقدر تعمل لنا شخبطات طوالي سريعه؟ جدا طوالي جدا. طيب انت معنا قلت انه الجو بتاع الهدوء لانك انت ممكن تقدر ترسم في اي صحيح. مكان ذكرت قبل شوي انه الوالد عليه رحمه الله يعني هو اللي حببك في الحاجه دي، انت بتشوفه هو بيرسم، كنت بتخليه قبل كده وطوالي تمسك حياته وتشخبط، ولا كانت المساله كيف؟ ولو جينا للجانب بتاع الدعم والزول وقف معك، اكيد هو طبعا الوالد وقف معك، لكن اكتفيت بانه الوالد وقف معك في الحته دي وراعى لموهبتك دي، ولا بعده في شخصيات كان عندها تاثير على موهبتك وعلى تنميتها؟ نعم، هو طبعا الفضل لله طبعا اولا، وبعد كده للوالد. يمكن زي ما قلت يعني انا بخليه شغال، كنت متاثر بالاجواء بتاعت الشغل، وهو اغلب الشغل طبعا اغلب الفنانين يعني بيكون في اجواء الليليه يعني، الهدوء والناس نايمه وكذا، فكنت براقب الوالد واحاول امشي مرات يعني بوراه كده اشيل هبش والعب يعني. في راجل عمنا كده يعني بيعرف الوالد من زمان، فشافني عملت لوحات وكده عجبه الشغل، فقام قال لي علبه البهي اللي كان كبيتها فوق راسك لما كنت صغير ما خساره يعني. فكان في يعني حتى البدايات الاولى كان الواحد يا دوب بيمشي بهبش وكده يعني. اي نعم. ف وطبعا اكيد بعد الوالد في فنانين الواحد تاثر بهم يعني واخذ منهم. طبعا هي قلت لك الشغله بتعتمد اول شيء على اكثر شيء على الموهبه والخبره يعني. نعم طبعا احنا تشوقنا يا ماجد انه نشوف الابداع بتاع جمال، واكيد الاسم بيكون عنده نصيب من الحاجه اللي بيعملها جمال. نشوف حاجه نشوف. طيب نشوف محطه خارجيه فيها مجموعه من الرسومات والاعمال لجمال بيوم. Thank you.
جمال ما شاء الله عليك، يدك تتلفى بحرير بجانب الرسم تسليم والتشكيل. نعم. عندك موهبة تانية اللي هي كتابة. نعم. الشعر. نعم، كلمنا عنها شوية وسمعنا حاجة. طيب الشعر، أنا دائما بقول الشعر والرسم يعني ده يعني هما نفس الوصف، يعني ده توصيف بالألوان، الرسم توصيف بالألوان والخطوط، والشعر توصيف بالمفردات والكلمات، يعني فهم قريبين من بعض شديد. فمن الحاجات يعني الحاجات الظريفة، يعني مثلا رسمت لوحة بعد ما انتهيت منها بقوم بقعد كمتلقي أو مشاهد يعني، وبجيب ورقة وقلم، بعد كده من وحي اللوحة بحاول أكتب، يعني أكتب أبيات. يلا دي اللي بتحتاج جو بتاع هدوء، يعني ما في أي صوت يعني. بتكتب حاجات وانت قاعد ترسم؟ احنا هسه شاهدنا مجموعة من الرسومات يمكن. نعم. جميلة جدا بجد. نعم. زي ما قال خالك البوهية دفكتها في راسك، هاي ما خسارة يعني. هاي تسلم الله يخليك. طيب بتكتب أثناء ما انت بترسم أو بتقول أشعار وانت بترسم في رسومات؟ هاي يعني أحيانا الإلهام طبعا ما عنده وقت كويس، يعني ممكن وأنا برسم، ممكن وأنا ماشي، يعني ممكن أنا أقعد ساعة عشان أكتب بيت واحد، أبذل مجهود يعني مجهود ذهني وكذا، وممكن يجي الإلهام في لحظة كده يجيني بيت بتاع شعر، أفتش ورقة وقلم سريع عشان ألحق البيت قبل ما يطير يعني. فيعني أثناء الشغل أحيانا بيقولوا تنزل على الواحد الوحي يعني. ماجدة طبعا بتحب الرسم شديد، هي رسامة القاوة طوالي بتطلب منه لوحة، المرة دي هي ما طلبت، لكن بقوم أنتهز الفرصة دي طوالي وأقول لك أنا عايز زي رسمة جميلة زي الرسومات اللي شفناها هذه. جدا تمام، احنا اتفقنا خلاص على الموضوع ده وحنشوف. لكن الشعر برضو الجانب الجميل الخفي من حياتك، يمكن احنا الحاجة اللي بس عرفناها كده من خلال الدردشة. نعم. ممكن يكون عنده تأثير جدا من خلال الهدوء اللي انت بتكون قاعد. نعم. فيه. نعم. فدارين نسمع يعني. طيب في أبيات كان كتبتها، طبعا أنا كنت في السعودية في فترة من الزمن فعشت أجواء الغربة يعني. يمكن في لوحة من اللوحات اللي تعرضت قبل شوية برسم في غزالة، يعني غزالة وحيدة وسط طبيعة يعني شجر ونهر وجبال وكذا يعني. بعد ما رسمت انتهيت من اللوحة يعني، فقعدت أحاول أن أرسم، فتخيلت أنه الغزالة دي تلفتت وبقت تتكلم معي يعني. فبقت القصيدة على لسان الغزالة. على لسان الغزالة هاي. فهي قامت قالت ليش شنو؟ قالت أيها الرسام حارت من فنونك المقولة، قد رسمت العشب حولي والشجيرات الظليلة، وسحابا فوقها قد جر مزهوا ذيولة، وعلى صفحة نهر انعكاسات ملولة، هل تظنني سعدت بورود أو خميلة، أو حمام في الجوار ردد التل هديلة، أو بجدول رقيق شق في الحقل سبيلة، أيها الفنان رفقا بفنونك الجميلة، أتركتني لوحدي ثم تزعم الفضيلة، قلت إذ جرت بسر ما لها باليد حيلة، أيها القاسي كفاني أن خلقتني وحيدة، كيف يحيى القلب يوما بافتقاده خليلة. يا سلام. يا سلام عليك. يا سلام، أنا حسيت أنها تكلمت بجد يعني. يعني تتكلم عنها وعني بصراحة يعني، كان في الغربة هي يعني كأنها بتعاتبني، رسمت الطبيعة دي كلها ورسمتني بلاي، كان ترسم غزالة تأنس وحدتي وكذا. يا سلام، كانك أنت البعيد برضو من أهلك وكذا. أي حسيت برضو بنفس الشعور بتاع. أي طيب جمال، عندك معارض شاركت فيها؟ والله كان بدري كذا، شاركت في معرض الخرطوم الدولي. كانت مشاركة يعني، وبعدها تاني في مشاركة في عملت معرض كان في المركز الثقافي الفرنسي. وحاليا يعني بحضر في لوحات كويس، يمكن ما نقدمها لوحاتي طبعا ما ننسى. لا ان شاء الله اكيد، لا لا باذن الله ان شاء الله. هاي لوحات عن السودان، يعني عن التراث السوداني، السودان قديما وحديثا يعني، دي فكره المعرض. فان شاء الله حيكون في الشهور المقبله ان شاء الله ربنا يسهل يعني. المعارض طبعا يعني هي المساحة والمنبر البعض. نعم. من خلاله الرسام والفنان. نعم. لوحاته الجميلة. في الفترة الفاتت جات جائحة كورونا وممكن عطلت حاجات كثيرة من الحاجات اللي كانت بتقوم بها الناس، من ضمنها. نعم. المعارض اللي. نعم. من خلالها انتو كفنانين بتعرضوا لوحاتكم. نعم. هل كان في بديل ليك انت تقوم تعرض فيه لوحاتك اللي انت بترسمها خلال. نعم. الفترة اللي فاتت مع. أينا. ظروف كورونا وكذا. اينا طبعا جائحة كورونا يعني اثرت على الكل يعني في كل المجالات، واكيد اثرت على المعارض والتجمعات والحاجات دي، لكن يعني يمكن كان في بديل السوشيال ميديا يعني، كانت هي منبر بديل يعني.
ولو جمهوره يعني. نعم. يعني يمكن المعارض ما كل الأشخاص ممكن يعني يحضروا المعارض أو يمشوا لها. صحيح. لكن في السوشيال ميديا، الفيسبوك، اليوتيوب، يعني الواحد بيلقى جمهور، يعني جمهور أوسع وأعرض يعني. فيمكن ده كان بديل يعني. طيب يا جماعة، المدارس التشكيلية كل مدرسة عندها طابع خاص. نعم. انت بتنتمي لأي مدرسة من المدارس التشكيلية؟ طبعا المدارس التشكيلية مدارس يعني مختلفة ومتنوعة وكلها جميلة. لكن انا بحس انه انا مع المدرسة الاقرب الى المدرسة الواقعية. المدرسة الواقعية يعني هي اللي بتنقل الشيء يعني الاشياء من الواقع كما هي يعني. بس انا حاولت انه ادخل معاه مدارس اخرى يعني، ما تكون مدرسة يعني تكون المدرسة الواقعية براها يعني. فممكن مثلا ادخل معاها المدرسة الرومانسية احيانا، كويس، بألوانها باشكالها يعني. هي المدرسة الرومانسية بتوصف الاحلام والاشياء المعنوية الغير محسوسة يعني. فممكن تدخل دي مع دي يعني، مع المدرسة الواقعية. لكن اغلب شغلي يعني يتسم بالمدرسة الواقعية، اميل لها اكثر يعني. لو جينا للجوانب بتاعت التأثر بالأشخاص أو بفنانين آخرين، بنلقى مثلا الفنانين خصوصا الشباب منهم بيكون الواحد متأثر. نعم. فنان من عمالقة الفن السوداني وهو ملهم يعني في. نعم. في مجال الغناء. أنت كجمال بيومي، منو من الفنانين التشكيليين أثر فيك وخلاك أنك تطلع الإبداع اللي احنا قاعدين نشوف حاليا فيه ده؟ والله أنا يعني طبعا قلت يعني في البداية، طبعا هو الوالد عليه رحمة الله يعني، ده يمكن اكثر شخصيه تاثرت بها. وانا بحاول انه ما يكون عندي يعني مثلا لون معين او طابع معين، بحاول اني انوع واشكل يعني. فالواحد يعني في من الفنانين اللي تاثرت بهم الاستاذ اسماعيل دياب، هو فنان برضه بيرسم رسم واقعي لكن يعني باسلوب مختلف واسلوب راقي وجميل يعني، كنت اثرت به كثير يعني. ف يعني الحمد لله يعني. ويمكن الاستاذ الاكبر هي الطبيعه يعني، الطبيعه هي المعلم الاكبر لكل فنان والملهم الاكبر يعني. نعم. طيب جمال، الاقلام والالوان ذات طابع خاص للفنان. نعم. فانت بتميل لاختيار النوع محدد من الاقلام والالوان؟ نعم. نعم. طبعا الشغل يمكن افضل خامه للرسم يعني، تعتبر يعني بروفيشنال يعني في الشغل، هي الالوان الزيتيه. دي سيده الالوان وسيده الخامات في الرسم يعني، بتدي نتائج جميله ورائعه يعني. في برضه اقلام الفحم واقلام الرصاص، برضه شغل بلاك اند وايت، برضه بتدي شغل جميل يعني، شغل فخم يعني. كذلك الالوان المائيه برضه هي عندها طابع مميز، امكانياتها يمكن اقل شويه من الفحم والزيت، لكن لوحاتها لها طابع مميز وجميل يعني. بس يمكن المشكله بتواجه الفنانين عموما يعني، اول شيء عدم توفر المواد يعني، الالوان والاقلام وكذا ما متوفره الا في اماكن معينه، بالاضافه الى ارتفاع اسعار يعني، اسعارها غاليه جدا، ما متاحه للجميع يعني. انا يمكن بعرف فنانين عندهم امكانيات ما شاء الله يعني، امكانيات عاليه، لكن بتخزيلهم الاسعار يعني. في ناس قاموا من الفنانين اتجهوا لمجال ثاني من الفنون وحاولوا انهم يرسموا بالبن، بالقهوه. صحيح. باقلام. نعم. الجاف، بالرمله. نعم. وين انت من المجال ده او من الفن ده؟ والله هي طبعا حاجه ظريفه يعني، احيانا ما بتكون بس لقله الامكانيات، لكن مثلا حب التنوع يعني، واحد داري يشتغل بخامه جديده، البن، القهوه يعني، تدي درجات البن يعني، شغل ظريف يعني. انا يعني يمكن بالبن يمكن جربت اشتغلت بها حاجات بسيطه يعني، فهي حاجه ظريفه يعني. وبرضه الرسم بالرمله زي ما قلت برضه جميل يعني. يعني الواحد بيحاول ينوع في الخامات والمواد يعني. حاليا انت شغال على شنو؟ على اللوحة شغال عليها حاليا؟ والله حاليا في لوحة انتهيت منها، ولوحة داخل فيها. في لوحة للأستاذة المذيعة شهندة عبد القادر،
وبعدي في تقريبا يعني قطعت شوط يعني في اللوحة الثانية الأستاذة نازك المانع، يعني أنا كان وعدتهم بلوحتين، شفت كيف؟ واحدة منهم انتهت وبتاعت الأستاذة نازك دي يعني تقريبا أوشك. نتمنى يعني نشوفها قريب معها لوحات تانية، لكن لا لا في حاجة تانية برضو اللي هي يمكن تكون بديلة، وفي فنانين يعني بيتجهوا للحاجة دي اللي هي مسألة النحت. نحت على الحجر الكبير، احنا ذكرنا علم في الصغر كنحت في الحجر. انت برضو في مجال النحت عندك يعني؟ والله النحت لا ما حاولت اضطر، يعني يمكن محاولات كانت بعيدة شوية زمان يعني ما حاولت يعني ما مشيت فيه يعني، لكن هو نفس الفكرة يعني النحت يمكن الواحد بيستخدم ادوات عشان يظهر الشكل، وفي الرسم بتستخدم درجات اللون الظل والنور يعني، فهم قريبين من بعض يعني، لكن ما حاولت ما مشيت فيه يعني. طيب يعني ما مفكر انك انت تعمل لك معرض يعني خاص ب بلوحاتك؟ اي نعم اي ان شاء الله. انا وتك حاليا الايام دي يعني شغال بحضر في لوحات عن التراث السوداني او يعني السودان قديما وحديثا، فده ان شاء الله معرض حيكون يعني في الشهور القريبه يعني. نعم جميل. يعني شغال في لوحات حاليا يعني. طيب بالنسبه للفن الاخر اللي انت بيجيك مع فنك او ممارستك لموهبه الرسم اللي هو الشعر، اكتفيت بالغزاله اللي اتكلمت معاك وانت في الغربه ولا عندك ابداعات ثانيه؟ والله طبعا الشعر ويمكن طبعا بيقولوا شعراء المهجر يعني، يمكن الغربه يعني بتدي دافع للشاعر انه يكتب يعني، حتى الشخص العادي بيلقى نفسه بيكتب خواطر مثلا او نثريات وكذا. ف والله كتبت يعني كتبت قصائد يعني، يمكن في قصيده الفيه في 1200 بيت قصيده. قصائدك زي رسوماتك واقعيه؟ لا واقعيه برضه اكيد، اللي الواحد بيكون في نمط معين كده مؤثر عليه يعني. نعم بس بتحضرني حاجه كده، انا احب اني هو مواقف هي مواقف طريفه بصراحه. طيب خلتني اني اقوم اكتب عدد يعني رباعيه كده بتاعت يعني دمها خفيف يعني زي ما بقول. طبعا اغلب الفنانين زي ما قلت انه بيحبوا الهدوء والجو البعيد عن الضوضاء والازعاج يعني. كويس انا عندي الحته دي يعني ما شرط اساسي، هو الافضل اكيد للفنان انه يلقى الجو الهادئ يعني. فممكن اشتغل في كل الاجواء يعني. فمن التعليقات كويس هي يعني ما اقول انها بتزعل الواحد، لكن اصبح الواحد قبلها بابتسامه يعني. يعني مثلا رسمت لوحه مثلا جداريه في مدرسه او كده، يجي المدير مثلا يقوم يبدي اعجابه، ما شاء الله فن وابداع ويعني يبالغ في الثناء يعني. كويس مثلا اكون انا جايب لي كريستاله بتاعت عصير مثلا مازه او كده، فيجي يقول لي انت الكريستاله دي فيها شنو؟ قلت والله فيها مازه يا استاذ. قال لي لا الشغل ده ما شغل مازه. شفت كيف؟ يلا التعليقات دي كثيره معايا يعني. بعدين مثلا الجداريات ممكن تكون جداريه 10 متر 20 متر في 3 متر، فبرسم وبضطر ارجع مسافه بتاعت 10 15 20 متر عشان اشوف الابعاد وكويس، واحيانا بعمل حركات باليد كده، ويعني المهم ما بيفهم في الفن يعني بيقول الزول ده ما يعني ما طبيعي يعني. بسمع التعليقات فقمت كتبت، قلت شنو؟ قلت انا لا اسف ولا الف لانني بالفن منسطل بلا احراج، فبه احلق في عوالم ما لها بالواقع المملول من امشاجي، أنا عاشق الفن الجميل من الصبا، هو جنتي في دنيتي ومزاجي، هو قصة العشق التي لا تنتهي أبدا بقافية ولا أهزاج. ده رد على يعني أي واحد مثلا بيتهمه كده. الفن ذاته بيدخلك يعني بيخلي الجو متسلطي كده. بس أيوه بالضبط كده، فما بتحتاج أنه مثلا حاجة مساعدة. يبدو أن الرباعيات دي عندك منها كتير. والله يعني انا عجبتني الطرفه بتاعت الموقف اللي حصل، الناس قايله لا منها كثير يعني، حتى في الشعر برضه يعني. مره كنت عند ست شاي، ومرات الواحد بينسى نفسه يعني بيشعر نفسه كده طلع من الواقع وسرح في عالم ثاني. فكنت قاعد عند ست الشاي، قلت لها اديني جبنه، وفي واحد واقف قاعد قدامي، انا ما انتبهت له الا بعدين. فانا قاعد بتذكر في بيت حضرني البيت اللي بعديه ما قدرت اتذكره. البيت كان بيقول، كنت بقول فيه بوصف فيه وبقولت الحسن فيك بغير أي تكلف فغرت له الأفواه باستحسان، وأنا بعين كده في السماء فوقه
تحرك يديك. لا الكلام ده بصوت يعني انت قدام الناس قاعدين. لا لا بصوت يعني الكلام. صوت كده اسمعه انا لكن طيب. قدامي شايف الحركات وانا سرحان فوق. طيب. لقيته مفتح عيونه بعيلي. فلما عينت لقى مقبل يا استاذ ابي يتلفت. يا استاذ لو سمحت حتى قام يتلفت. قلت له شوف انا بكتب شعر بالك ما يمشي بعيد. قال لي والله يا اخي خوفتني عليه يعني. فيعني احيانا الواحد بيدخل كده في 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 حاله كده في عوالم ثانيه يعني. فانا بقول ما نقول العبقري نقول الفنان مثلا الفنان والمجنون بيشتركوا في حاجه واحده وبيختلفوا في حاجه ثانيه الاثنين بيسافروا الى عالم الخيال الفنان والمجنون الفنان عنده وصيله مواصلات بترجعه المجنون ما عنده فهو قاعد في عالم الخيال طوال يعني. نعم احنا خلاص يعني فقرتنا معك على وشك انه تنتهي لكن بتمنى انه لو قمت ختمت لنا بقصيدك قصيده الغزاله. قصيده الغزاله معلش انا طبعا اشعاري ممكن ما بحفظ منها كثير. طيب دي عن الامل انا احب التفاؤل طبعا. جميل. ممكن متاثر كثير بالشاعر ايليا ابو ماضي. يعني هو كتب كثير عن التفاؤل ويعني يعني رجل له في مسألة التفاؤل دي له باع يعني فأنا متأثر به شديد يعني فتحدثت عن الأمل يعني على إنه الأمل موجود الأمل زي الضوء هو ما بيبخل علينا لكن إحنا اللي بنغلق النوافذ. نعم. فقلت لا يبخل الضوء الكريم بنوره لكن إيصاد النوافذ يفعله فافتح إلى الأمل الوضيء نوافذا بدد كآبة ظلمة تتململ والله يعطي من يلح بسؤله لكن محروما بسؤل يبخل. دي كده رباعية وثلاثية كده عن الأمل. أي نعم. والله يا جمال أنت اديتنا جرعة بتاعت أمل وتفاؤل. طيب كلمة أخيرة حابب توجهها لنا. والله أنا يمكن في الختام أشكركم وأشكر قناة النيل الأزرق على الاستضافة الجميلة وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم وإطلالتي على المشاهدين عبر قناتكم الجميلة وسعيد جدا وشاكر لكم ومقدر يعني. نحن كمان نعم. الله شاكرين. جمال شديد والله يا جمال احنا بنشكرك جدا وسعدنا جدا بحضورك اليوم معنا داخل استوديوهات مساء جديد نشكرك ونشكر كمان المتابعين اللي بيتابعونا في كل مكان على حسن المتابعة احنا لسه متواصلين معاكم في فقرات برنامج مساء جديد فاصل ونواصل.